اهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقه جديده من حلقات نظريه الموسيقى الحديثه، واللي بسجلها لقناه افتكاسات الفنون وقناه المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. اهلا بكم. اهلا بكم مع سلم خماسي جديد، وهو سلم دوبتيتونيك. سلمنا النهاردة اسمه دوبتيتونيك، نغماته دو ري بيمول مي بيكار لا بيمول سي بيكار دو. نسمعهم مع بعض: دو ري بيمول مي بيكار لا بيمول سي بيكار دو. ده سلمنا. تعالوا نشوف السلم بتاعنا على الباترن هيكون عامل ازاي. السلم هيبدأ بنغمة دو، وبعدين يطلع لي ري بيمول اللي هي وان سيميتون، وبعدين يطلع لمي بيكار تري سيميتون، وبعدين يقفز الى لا بيمول، او تقدروا تعتبروها سول دييز مفيش مشكله فيها. يعني ادي مي بيكار، ادي كده فا، وادي سول، يجي هنا لسول دييز او لا بيمول اللي هي اي فلات، وبعدين يقفز الى نغمه سي بيكار، ده السلم بتاعنا على الباترن بتاعنا، ونسمعه كمان مرة. ده بالنسبة للباترن بتاعنا. تعالوا بقى نشوف لو حبينا نعمل له روتيشن، لو حبينا نعمل روتيشن للباترن بتاعنا هيدينا ايه. لو حبينا نعمل روتيشن ونبدأ من نغمة ري بيمول دي نجيبها هنا عند نغمة دو، هيديني سلم اسمه إرافي تونيك، هيديني سلم اسمه إرافي تونيك. لو بدأنا من نغمة مي وجبناها عند نغمة دو هيديني سلم اسمه يولري تونيك، سلم اسمه يولري تونيك. لو عملنا روتيشن من نغمة لا بيمول وجبناها عند نغمة دو هيديني سلم اسمه جوري تونيك. لو عملنا الروتيشن من عند نغمة سي وجبناها عند نغمة دو هيديني سلم اسمه يولدي تونيك، سلم اسمه يولدي تونيك. ده فيما يخص الروتيشن، يبقى هيديني 4 روتيشن مع السلم الاساسي، يبقوا 5 سلالم، وهم الخمس سلالم دول المجموعين في المودلز فاميلي، وكل سلم من دول هو مود للسلم الاخر. طيب تعالوا بقى نشوف السلم بتاعنا لو حبينا نقراه قراءه عكسيه، لو حبينا نعمل انفرس ان احنا نقرا قراءه عكسيه. السلم ده فيه ميزه من ناحيه القراءه العكسيه هنلاحظها دلوقتي، انا ممكن اقولها في اول الملحوظه، لكن خلينا بعد ما نجرب الانفرس نشوف هيدينا سلم عامل ازاي، لان هو ده من السلالم القليله لما بتيجي بالشكل ده. تعالوا نشوف الانفرس بتاعه. طبعا هنبدا من نغمه الدو، لما نيجي نمشي كده هنمشي وان سيميتون، يبقى هيطلع هنا برضو للري بيمول، وبعدين هيمشي 3 سيميتونز، يبقى هينزل هنا برضو للمي بيكار، وبعدين يمشي 4 سيميتونز، يبقى هيجي هنا من المي
لفا دييز لسول دييز اللي هي تعتبر لا بيمول، وبعدين يطلع 3 سيميتونز مرة كمان، يجي هنا عند نغمة سي. يبقى هنلاحظ ان الانفيرس بتاع الدوبتي تونيك هو نفسه الدوبتي تونيك، يعني السلم ده قريناه عكس او قريناه بالطريقة الطبيعية هيديني نفس السلم. يبقى ده سلم من السلالم القليلة اللي بيجي بيكون القراءة الطبيعية هي نفسها القراءة العكسية. طيب ده كان من حيث القراءة العكسية. تعالوا بقى نشوف السلم بتاعنا ونشوف التألفات البسيطة السيمبل كوردز اللي متوافقة معاه. بالنسبة للتألف الكبير هنلاحظ ان احنا نقدر نعمل من المي الى السول دييز او اللابيمول. احنا نقدر طبعا نعتبر دي سول دييز، فهنقول من المي للسول دييز الى السي يديني تآلف كبير، يعني مي سول دييز سي يديني تآلف كبير من على نغمة مي. واحنا قلنا دي احنا ما بتفرقش معانا المسميات في النغمات المتعادلة، يعني سواء سميناها لا بيمول او سول دييز احنا لينا الناتج السمعي، فنقدر هنا في الحالة دي نسميها سول دييز، فيبقى مي سول دييز سي يديني تآلف كبير من على نغمة مي. نسمعه كده مع بعض. ادي بالنسبة للتآلف الكبير. بالنسبة بقى للتآلف الصغير هنقدر نعمل تآلف صغير منين؟ من على الريبي مول، يعني الريبي مول دي وتقدر تعتبرها ريبي مول او تقدر تعتبرها دو دييز، يعني المسمى بتاع النغمات المتعادل مش هيفرق معانا. فنقدر مثلا نعمل من الريبي مول اعتبرها دو دييز، بقت من الدو دييز للمي لللابي مول، ده كده عمل لي تآلف صغير. يبقى نقدر نقول ان احنا عندنا تآلف صغير من على الدو دييز او الريبي مول، هيبقى عامل كده اهو. ده بالنسبة للتآلف الصغير. تعالوا بقى نشوف بالنسبة للتآلف الزائد نقدر نعمل تآلف زائد منين؟ نقدر نعمل تآلف زائد من على نغمة الدو. لو خدنا من الدو بيكار اهي من نغمة الدو كده الى نغمة مي الى سول دييز او اللا بيمول، يعني هي نفس الفكرة نفس النغمة، يعني هيديني تآلف زائد من على نغمة الدو. والاوجمنتد طبعا نقدر نسميه من على كل النغمات دي، يعني نقدر نقول عليه دو اوجمنتد، نقدر نسميه لا بيمول اوجمنتد، او نقدر نسميه سول دييز اوجمنتد، او نقدر نسميه مي اوجمنتد. فالثلاث نغمات دول بالنسبة لنا يعتبروا درجات لركوز الاوجمنتد. طيب بالنسبة للتآلف الناقص ما عنديش امكانية لتآلف ناقص. اذا تألفاتنا زي ما قلنا كده، التألف الاولاني هيكون من على نغمة مي اللي هو مي الكبير، التألف الصغير هيكون من على دو دييز، التألف الزايد هيكون من على نغمة دو، وهم دول الثلاث تألفات البسيطة المتاحة عندي في الباترن ده او في السلم ده. تعالوا بقى نشوف من حيث التوازن. لو بصينا كده، لو قسمنا كده وهنبص في التسلسل هنلاقي ان الجزء اليمين مش زي الجزء الشمال، اذا سلمنا ليس بسلم متوازن، وهو ايضا ليس بسلم عميق. ولكن ينفع يتألف منه؟ طبعا ينفع يتألف منه، واحنا بالفعل كلفنا زملائنا اللي بيساعدونا في شرح نظرية الموسيقى الحديثة بعمل نماذج ارتجالية على هذا السلم. هنستمع الآن إلى نموذج ارتجالي من مجموعة الكومبو. Thank you.
ومعانا نموذج من آلة الكمان. ونموذج آخر من آلة الكمان. ومعانا نموذج من آلة العود. ونموذج آخر من آلة العود.
أيضاً معنا نموذج من آلة القانون. ومعانا نموذج من آلة البزق. ومعانا نموذج ارتجالي من آلة الناي.
في آخر الحلقة أرجو تكونوا استفدتوا من السلم الخماسي الجديد بتاعنا، وما تنسوش تشتركوا في قناة افتكاسات الفنون وقناة المايسترو محمد الفكهاني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وأيضا ما تنسوش شير ولايك لكل محبي دراسة الموسيقى ودراسة نظرية الموسيقى الحديثة، واشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم.